هذا واختتم معرض ومؤتمر النقل الجوي روتسوورلد 2024 بعد مشاركة واسعة تجاوزت 2300 من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم. ويعد هذا الحدث العالمي فرصة قيمة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الطيران، مما يسهم في تطوير القطاع بشكل شامل. اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الجوي روتسوورلد 2024 في مركز البحرين العالمي للمعارض بمشاركة 2500 مشارك من كافة دول العالم إلى جانب 230 شركة طيران، والذي أتاح الفرصة المميزة لالتقاء المتخصصين في صناعة الطيران تحت سقف واحد. نشكركم على هذا التنظيم الأكثر من رائع. اليوم صناع قيادة الطيران حول العالم موجودين في مكان واحد، مما يسهل علينا ويسهل على جميع الأخوة والأخوات المشاركين في هذا المعرض التفاوض، المناقشات لدعم نمو قطاع الطيران. المعرض طبعا هذا مهم، كل سنة بيكون في بلد مختلفة، بيعطينا الفرصة وبتحلنا الفرصة أن نلتقي مع كل شركات الطيران العالمية، توقيع الاتفاقيات معهم ومع كمان المطارات العالمية. فهي فرصة لكل الشركات والهيئات تنشيط السياحة والطيران أنه يلتقي تحت سقف واحد في هيك معرض بتنظيم رائع طبعا، وبنشكر أخواننا في البحرين على هذا التنظيم الرائع. تواجدنا اليوم في نسخة 29 من عالم روتس هو البدء في بناء علاقات وشراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركائنا من قطاع الطيران والطيارات. فعاليات متنوعة وورش عمل متخصصة في مجال النقل الجوي قدمها هذا المعرض، ومناقشات مكثفة على مدار 3 أيام، سعيا منهم للنهوض بقطاع الطيران والنقل الجوي على مستوى المنطقة والعالم. ما شاء الله تبارك الله، يعني انبهرت في التقسيم بشكل عام، وشفت الجهات مشاركة ما شاء الله متعددة صراحة. شفت التنوع الكبير على المستوى الآسيوي، وكان بالنسبة لي مبهر في هالجانب. هذا التنظيم ممتاز، أكثر من رائع، تنوع الشركات يعني ما قصر أخواننا في البحرين، هذه يعني ما يبغى غريب عليهم، التنظيم الرائع الصراحة، سهولة الوصول والخروج، كل شيء ممتاز صراحة، أكثر من رائع. المعرض جميل جدا وكبير وثقافات متنوعة بشكل كبير. أنا بالعكس أنا أحب ترى أتعلم ثقافات أخرى، يعني رحت زرت كل البوثات، كل شيء ما شاء الله فوق التقييم. وشكل معرض ومؤتمر روتسوورلد 2024 الذي أعجب من شارك به وبتنظيمه المنصة المثالية لإبراز إمكانات مملكة البحرين على المستوى العالمي، عبر التزام المملكة في تعزيز السياحة والتجارة والاستثمار العالمي التي سيبقى لها الأثر الإيجابي على تطوير خدمات النقل الجوي. فعاليات متنوعة وجلسات نقاشية متواصلة لا تنقطع تبني شراكات استراتيجية طويلة الأمد في مجال النقل الجوي. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.